قال يخني بالكبد والقوانص، او يخني الكبد والقوانص، هي كان اسمها كده. دي عباره عن كبد وقوانص بقى احنا شاريينهم او محوشينهم زي ما انتم عايزين، طماطم، بصل، خل، ليمون، فلفل حامي، فلفل رومي، توم، شويه كزبره خضراء للتقديم. تمام؟ فهنبدا. بص بقى اللي عملناه، انا حطيت ميه على النار تغلي عشان اخد بس ايه، اشيل زفاره الكبده. تمام كده؟ فهحط هنا شويه عصير ليمون، شويه خل على الميه اللي بتغلي، وانزل الكبده والقوانص اشيل زفارتها. نزل القوانص الاول كده شويه تاخد غلوه. انا عاملاها سليمه، عايز اقطعيها قطعيها، سيبها سليمه كده زي ما هي. ممكن اقطعها حتتين ثلاثه اللي يريحك. انزل القوانص تاخد غلوه، انزل وراها الكبده بقى عشان بس ايه القوانص. طبعا انتوا عارفين ان هي انشف من الكبده شويه، الكبده ما بتاخدش وقت خالص في السوا. تمام؟ طبعا هي حلاوتها بتنزل تبيض كده، شكلها يبقى حلو. طيب على ما تغلي نبدا احنا نكمل في اليخني عشان ما نضيعش وقت. هنجيب بقى حله ثانيه او ووك او اي حاجه، واجيب معلقه سمنه. بسم الله بسم الله. ناخد كده معلقه سمنه او زيت اللي يريحك يعني زي ما انت عايزه. وكميه البصل اللي عندي بقى حلوه كده كتير، يعني انا واخده بصلتين قد ايه كبار، ان انا مش عندي خضار هنا، مش حاطه معايا خضار. عايزه تحطي خضار حطي، عايز تقطعي معايا بطاطس حطي، عايزه تحطي شويه بسله حطي، عايز اللي انت عايزاه، بس انا مخلياها بصل. هحط بقى ايه البصله الكتيره دي، بصلتين حلوين كبار كده، واشوحهم وعليهم شويه ملح، شويه فلفل اسود، واشوح البصلايه الكبيره دي. بدات تغلي اهي، هنزل بقى الكبده. بسم الله. تاخد غلوه كمان مع الايه، مش غلوه بس يا دوبك يعني، انا هسيبها غلوه صراحه يعني مع القوانص تاني. والقوانص خدت غلوتين والكبده خدت غلوه واحده. اقطع بقى ايه، عايزه قرن فلفل كده حي مع قرن فلفل رومي. حطيت فلفل رومي مع فلفل حامي، كام فص توم كده، 3 4. تمام، افرمهم كده، وادي التوم. تمام كده، هنزل بقى بالايه، اطلع كده بقى الكبد والقوانص دول، وهروح منزلاهم على البصل بالشكل ده على طول كده. وهخليهم بقى يكملوا سوا في الطماطم، يعني لسه هقليهم بس تقليبتين كده مع البصل، واروح ايه حطلهم الطماطم، حوالي نص كيلو من الطماطم مثلا. انا هنا الكبد والقوانص دي قولي كده، قولي حوالي ممكن يكون نص كيلو او اكتر شويه. تمام كده اهو، انزل بقى ايه عليها عصير طماطم، واغطي عليها واسيبها بقى ايه تستوي فيها. الطماطم تتسبك والايه وكل ده يستوي.